بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنعمل حاجتين، واحد منهم هو Electrical Potential Evaluation Using Incrementation Scheme مع بعض الأمثلة، وأيضا هنتكلم على الـ Energy Density. تعالوا بقى ناخد بعض الأمثلة على إزاي نحسب الـ Potential Function، وبعد ما نحسب منها الـ Potential هنطلع الـ Field. وهتجد ان بعض الامثلة دي هيكون سهل ان احنا عملناها بهذا الاسلوب عن ان احنا كنا نبتدي بالفيلد الاول. هناخد الحالة بتاعت charge distributed uniformly in a circle ring، وبعدين charge بتاعت circle disk، وبعدين هناخد electric dipole. فاكرين الحالة بتاعت circle ring وقسمنا charge into increments وكملنا around the charge وجمعنا كله. كان عندنا الفيكتور فيلد كده، وكان لازم نحلله مركبات، مركبة لوج ذا زي ومركبة أفقية، والمركبة الأفقية كان هنثبت إن هي كانسل إيتش أذر، وهذا الكلام كان تكامل فيه شوية شغل. هنا التكامل بسيط جدا. ليه؟ لأنه سكيلر. هنقول الدلتا كيو اللي عندنا اللي هي بتاعت الجزئية دي اللي هي اللينير دانس تايمز دي ال، وما كناش عارفين اللينير دانس هي توتال شارج على اللينث بتاع الرينج. هناخد الدلتا كيو نقسمها على 4 باي ابسلون ار ونكمل على اول كيوز. الار هنا كونستنت، الار ده هو نفس الار مع جميع النقاط المختلفة. لو تفتكروا في حالة الاي فيلد كان ار فيكتور اللي موجود، وبالتالي كان ايه؟ كان لازم نحلله مركبات. هنا ار از كونستنت سكيلر ومفيش اي فيكتور نقل عليه، فالتكامل ده على طول هيطلع ايه؟ روس اب ال دي ال اللي هي كيو على 4 باي ابسن 0 ار. العلاقه شبه العلاقه بتاعت الاي بوينت شارج، بس طبعا في هنا اختلاف لان الار هنا عباره عن ايه؟ القطر ده. خلاص، ممكن تعبر على ار بسكوير روت اوف اي سكوير بلس زي بي سكوير، اي سكوير بلس الهاي زي بي سكوير. طيب بدل ما عرفنا البوتنشال فانكشن هنقدر نطلع منه الالكترو فيلد، هنقول ان ايه هي ماينس جراد في، يبقى المفروض هنعمل ماينس بارشال في بارشال اكس، ماينس بارشال في بارشال واي، ماينس بارشال في بارشال زي. البارشال في بارشال زي قدامي اهي خلاص، لكن مفيش ديبندنس على الاكس ولا الواي. هل معنى كده ان التكهدو هنا بصفر وهنا بصفر؟ وفي الواقع الانسه هتكون بصفر، لكن ليس بيكوز التفاضل بيساوي صفر. ليه؟ نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، إن الفانكشن هنا لما طلعناها ما طلعناهاش عند جنرال لوكيشن. لو كنا طلعناها عند جنرال لوكيشن like here as a function x, y and z، كان ساعتها ممكن أفاضل بالنسبة ل x وبالنسبة ل y وبالنسبة ل z. لكن ده أنا اخترت النقطة بتاعتي اللي بحسب عندها on a special coordinate system هنا اللي هو على z فقط. فأنا من الأصل حطيت ال x بصفر وال y بصفر، أنا اللي لغيتهم في الاستنتاج. مش معنى كده بقى ان انا ايه لغيتهم في الاستنتاج اذا انا اقول ان هم مش موجودين، وبالتالي ما اقدرش اعمل هذا الجزء. استنتاجي للفي ما كانش ان جنرال لوكيشن بحيث ان انا اقدر استخدم الاي اكس والاي واي في الاكسبريشن بتاعتي، لكن انا عارف ان انا الزي ديبندنس موجود وان التفاضل بالنسبه له صحيح، وبالتالي الاي سب زي ده صحيح، اقدر ارد عليه احط عليه علامه صح. لكن دول no information based on the special choice of the point at which I did a the evaluation or the expression اللي طلعته بتاع البوتنشال. لازم ناخد بالنا من الحته دي. في ناس كتير يقول لك اه لا بفاضل هو بيطلع بصفر، هم صفر لسبب اخر خلاص، وليس لان التفاضل بصفر. حاله التشارج على سيركلر ديسك نفس الشيء، هناخد دلتا كيو وهنعمل التكامل. في هذه الحاله طبعا عندي تو كورنتس كامل عليهم، لكن ما زلت بكامل ايه؟ سكيلر. فالتكامل هيكون من رو بتساوي صفر إلى رو بتساوي ايه؟ distance على الوجه، وبعدين التكامل around the phi، الفي from 0 to 2 pi عشان أجمع الشحنات كلها اللي في الديسك كله.
وبرضه كان ممكن ابتدي برينج واجمع الرينكس، الرينج اللي لسه مخلصها من دقيقه في السلايد السابقه. برضه مره ثانيه احنا حاسبين هنا عند سبيشال بوينت اون ذا زي اكسس، وبالتالي كل اللي اقدر اعمله ان انا افاضل بالنسبه للزي فقط، ما اقدرش افاضل بالنسبه للاكس اور الواي بيكوز اوف ذا الكونسترينت اللي انا حطيته لما اخترت النقطه بتاعتي في سبيشال لوكيشن. فده الاي سب زي قدرت اطلعه، وادي الفي سب بي، كل ده على الزي اكسس فقط. بره الزي اكسس ما اعرفش، لو حبيت اشتغل بره الزي اكسس كان لازم اختار نقطه ان جنرال اكس واي زي وساعتها اعمل التكاملات دي، ساعتها مش كانتش هتبقى بالبساطه دي. احنا هنا بناخد حاله بسيطه علشان نوضح الفكره. طبعا لو اخترت نقطه بره الماثيماتكس will be a bit more complicated. المثال الشهير اللي بيعرض في هذا المجال هو حالة بتاعت الالكتريك دايبول. والالكتريك دايبول ده مهم جدا في التطبيقات العملية، ايضا في الفيزيكس بتاعت الدايلكتريكس، وهتشوفوا الكلام ده في حوارنا في الشبات القادمة. الالكتريك دايبول هو عبارة عن شحنتين بلس كيو ماينس كيو من بينهم مسافة معينة ولتكن دي، وبنعرف الدايبول فيكتور اللي هو بي عبارة عن كيو تايمز دي كفيكتور. لو حاولت أحسب المجال الالكتريك فيلد نتيجة الشحنتين هيبقى المفروض عندي هنا فيكتور للإي بتاعة الشحنة الموجبة، وعندي فيكتور اخر للاي بتاعت الشحنه السالبه، ولازم اجمع التو فيكتورز دول واطلع الريزلتنت وما الى ذلك. احنا هنا هنعملها بالبوتنشال الاول، لان البوتنشال عباره عن احنا بنجمع سكيلرز. متخيل لو الاكسبريشن ده بتاع الالكتريك فيلد كان هيبقى ده ار بلس سكويرد وده ار ماينس سكويرد وده الونج اي سب ار بلس وده الونج اي سب ار ماينس، والتو فيكتورز هنا لازم نعمل لهم مركبات ونحاول نجمعهم مع بعض. في شوية شغل involved في البروسيس دي. لكن لو اتكلمت على البوتنشال هجمع البوتنشال ديو تو البلس شارج بلس البوتنشال ديو تو الماينس شارج والاثنين سكيلر هم. هتشوف ان الشغل already involved وفي شوية mathematical derivations كتيرة، لكن ما زالت ابسط من الالكتريك فيلد اكسبريشنز. الار بلس هي عبارة عن ايه؟ السكوير روت بتاع distance square بلس distance square. والار ماينس، الار ماينس نفس الشيء، اعمل مثلث قائم بالزاويه وهتبقى السكوير روت بتاع تو كومبوننتس هون. هبسطه هنا بدلاله الزاويه ثيتا هيطلع لي ده وده يطلع لي ده. لو جمعت الاثنين على بعض هيبقى كيو على 4 باي ابسلون نوت. خد بالك ان الماينس هنا موجوده هنا، الرقم ده او الاكسبريشن ده ماينس الاكسبريشن ده. لو بصينا للعلاقه دي وحاولنا نعمل لها مابينج هنوصل للشكل اللي قدامنا ده. خلاص ادي الشحنه الموجبه وادي الشحنه السالبه، والخطوط الدائريه دي هي عباره عن الايكو بوتنشلز، الاماكن اللي فيها الجهد ثابت. خلاص الخطوط العموديه عليها اللي هي بالشكل ده هي في الواقع المجال الكهربي الالكتريكال فيلد. خلاص الالكتريكال فيلد دايما هتكون خطوطه عموديه على الاسطح اللي تمثل الاكوبوتنشال، والمناسبه دي اسطح مش مجرد خطوط الاكوبوتنشال لان ده شكل فراغي، فدي بمثابه الايه زي تقول شيء زي البيضه مثلا، شيء بيضاوي كروي. خلاص بيضه في 3D. طبعا لما نقرب أكثر من الشحنة بتبقى كروية تماما، لكن كل ما بنبعد الايه الكروية بتنبعج ويبقى بالشكل ده. خلاص ده الفولتج الموجب، ده الفولتج السالب، الخط في الوسط ده في الواقع هو زيرو بوتنشال، لأن البوتنشال اللي من هنا ومن هنا بيعكسوا بعض وبترسم في النهاية الخط ده زيرو بوتنشال. خلاص ده اللي هو رسم المعادلة دي لو رسمناها، ممكن تعطيها ل ماتلاب او ماتماتيكا او اي طول من اللي بتعمل مابينج وهيطلع لك الشكل ده. الايكوبوتنشال سيرفيس
والالكتريكال فيلد. طيب العلاقه دي البوتنشال فانكشن از ا فانكشنال بوزيشن، خلاص هل ممكن نطلع منها الالكتريك فيلد؟ تعالوا نشوف. هنستخدم العلاقه بتاعت الجريدينت، اي بتساوي ماينس الجريدينت اوف في ماينس جراد في، وهنستخدم السفيريكال كوردينتس لان في الواقع احنا شايفين عندنا وجود ار وثيتا، فدول يتناسب معاهم ان احنا نستخدم السفيريكال كوردينتس. فهنحط ادي الاي الجريدينت في السفيريكال كوردينتس، والفي اللي هي الفانكشن اللي قدامنا دي اللي هي سكيلر، وهنحاول نعمل التطبيق ده هيطلع لنا هذا الكلام. خلاص هو ده شكل الاي فيكتور. خلاص عندنا اي ار كومبوننت وعندنا اي ثيتا كومبوننت، مفيش اي في كومبوننت. حتى لما تشوف ان المابنج اللي كان عندنا هنا في سيمتري في الفي، خلاص لان لو حطيت التو تشارجز دول ومسكتهم في ايدك كده ولفتهم اراوند الفيرتيكال اكسس هنا مش هتشوف اي تغير، خلاص في سيمتري في الفي، فبالتالي مش هنجد اي في كومبوننت، هنلاقي في اي ثيتا واي ار. زي ما حكينا قبل كده ان في تطبيقات مختلفه للدايبول، واحد من هذه التطبيقات هو في الفيزيكس عشان نفهم ايه اللي بيحصل في داخل الماتيريال وتاثير ذلك على خارج الماتيريال، يعني في الفار فيلد. خلاص فلو اتكلمنا عن ان الدايبول ده جزء من الماتيريال ستراكشر اتسلف، زي ما هنشوف في الدايلكتريكس في المستقبل ان يبقى في عباره عن بولاريزيشن داخل الماتيريال، وان الشحن الموجبه والشحن السالبه بيبعدوا عن بعض، فايه تاثير ده في الاوفر خارج الماتيريال او في باقي الماتيريال على مسافه بعيده، يعني نسميها الفار فيلد افكت. فعايزين نشوف ايه اللي يحصل في هذه الحاله. فالرسمه دي بتوري ان ايه، ان انا تقريبا النقطه بعيده جدا بحيث ان الار بلس والار ماينس تقريبا متوازيين وبيوازوا الار، خلاص لكن بيفرقوا عن بعض بالمسافه الصغيره دي كلها. خلاص هتلاقي ان الار ماينس هي عباره عن الار زائد الحته الصغيره دي، والار بلس هي تساوي الار ناقص الحته الصغيره دي. فممكن نكتب هذا التعبير، لا ممكن نكتبها كفيكتور في هذه الحاله، ان الار ماينس كفيكتور هو عباره عن الار كفيكتور، كويس، بلس الفيكتور ده، الفيكتور ده اللي هو ايه 1.5 دي، خلاص، بينما الار بلس هي عباره عن الار ماينس الفيكتور ده، الفيكتور ده اللي هو ايه، الفيكتور ده اللي هو برضه 0.5 دي. ونقدر نكتب هذا الكلام هنا، ولو اخذنا الابروكسيميشن ان ار اكبر كتير من الدي يبقى الجزء ده صغير جدا بالنسبه لده، ونقدر نقول ان الجذر التربيع بتاع مقدار زائد مقدار صغير يعتبر عن ايه، ناخد المقدار ده بره القوس، ويبقى ايه تقريبا ان احنا ناخد نص هذه الكميه، هيبقى ار ماينس 0.5 دي كوسان تيتا، وده هيكون ار بلس 0.5 دي كوسان تيتا، وده ممكن حتى نجيبه من الجيومتري هنا لو حبيته. نقدر نقول ان الار بلس هو الار ماينس الحته دي، الحته دي قد ايه؟ اللي هي 0.5 دي كوسين تيتا، خلاص. ولو جينا هنا هنجد ان دي برضه هتبقى 0.5 دي كوسين تيتا، يبقى الار ماينس هي ار بلس 0.5 دي كوسين تيتا. فلو استخدمنا الابروكسيمت اكسبريشن دي في العلاقه مع قرابه اللي فوق دي، ممكن نوصل البوتنشال فانكشن لحاجه بسيطه بالشكل ده، خلاص، عباره عن كيو دي كوسين تيتا على 4 باي ابسلون نوت ار سكويرد. ده علاقه تقريبيه للبوتنشال في الفار فيلد، بعيد بعيد عن الايه، عن الدايبول. الحاله دي اقدر اطلع الاي فيكتور منها اللي هو ماينس جراد في، احط الكلام ده هنا وافاضل بالنسبه للار وافاضل بالنسبه للايه، للتيتا. هنقول مفيش فيه، اذا التفاضل هيدي صفر، زي ما قلنا قبل كده ان ايه، ان الكلام ده ممكن نشوفه من الفيزيكس. في اخر صفحة في الفيديو ده هنتكلم على energy density and electrostatic fields. الاكسبريشن بتاع الانرجي استنتجناه قبل كده ومكتوب قدامنا هنا، واحد كان في صيغة السميشن والتاني مكتوب في صيغة الانتجريشن. خلينا في صيغة الانتجريشن لان احنا عايزين نتكلم على energy density. That means ان احنا هناخد small increment ونشوف فيها قد ايه energy ونقسم على الفوليوم، لان هي دي الدنسي. الدنسي دايما هتكون
الكمية مقسومة على بعد، سواء كانت البعد ده طول تبقى linear density، البعد ده مساحة يبقى surface density، البعد يكون حجم في هذه الحالة هتبقى ايه volumetric density of the energy، قد ايه energy stored per unit volume في المجال بتاعنا في المنطقة بتاعتنا في توزيع الشحنات بتاعتنا. الكلام ده هيكون له تطبيق في المستقبل لما نتكلم على الكاباسيتورز مثلا، خلاص قد ايه الانرجي اللي ستورد داخل الكاباسيتور بتوزيع الشحنات اللي فيه. فالاكسبريشن ده هنعيد صياغته بان احنا نشيل دي كيو ونحط مكانها رو في دي في، بدل ما هي كيو هتتعبر عنها بالايه بالرو في اللي هي الكثافة الحجمية للشحنة في الانكريمنت اوف فوليوم اللي عندنا. خلاص في نفس الوقت انا عندي رو في ممكن اعبر عنها، انا عدت ترتيب التيرمز هنا مش اكتر، خلاص هشيل رو في واحط مكانها ديف دي الدايفرجنس بتاع دي، خلاص فده الايه الاكسبريشن بتاعي دلوقتي. هستخدم الفيكتور ايدنتيتي اللي هي الشكل ده، ده الفيكتور ايدنتيتي من احد الفيكتور ايدنتيتيز المشهوره ودايما موجوده في نص احد الصفحات في الكتب، عاده بيكون في تيبل في اخر الكتاب او في الكفر او ما الى ذلك. الفيكتور ايدنتيتي هنا بتتكلم على ان الديف بتاع سكيلر في فيكتور هو عباره عن السكيلر في الدايفرجنس بتاع الفيكتور زائد دي دوت الجريدينت بتاعت الايه السكيلر. هنعيد ترتيب التيرمز دول وهنطلع الفي ديف دي على الشمال، الفي ديف دي دي هنطلعها على الشمال ونجيب دي على اليمين، هيبقى شكلها كده. احنا عايزين هنا ديف دي، في ديف دي اهي، في ديف دي اهي، هنعوض دي هنا فهيطلع لي التو تيرمز دول هيدخلوا جوه التكامل، يبقى الدبليو دلوقتي هيبقى اللي هو 1 هاف زي ما احنا قايلين هنا، وبدل ده هيكتب الكلام ده هيبقى عندنا ديف السكيلر تايمز الفيكتور دي ماينس دي دوت الجريدينت بتاع في. الجريدينت بتاع في هو ايه؟ هو الالكتريك فيلد، بس عايزين ماينس ساين، يبقى ماينس جريدينت اوف في هيبقى الالكتريك فيلد اهو، احنا عدنا كتابتها هنا ماينس جريدينت اوف في هو الالكتريك فيلد هنا اهو. الترم ده شطبناه في الواقع، في بروف ان الترم ده هيطلع بصفر، والبروف ده موجود هنا باستخدام الدايفرجنس ثيوريم مش هندخل فيه. خلاص اللي حب انه يشوفه يرجع للمرجع او الريفرنس بوك اللي عندنا او التكست بوك هيجد البروف بتاع هذا الكلام. خلاص فيبقى فاضل عندنا هذا الترم، يبقى ال WE هي عبارة عن تكامل بتاع 1 half of d dot e dv. d dot e معروف ان هما الاثنين ما بينهم بعض scalar constant اللي هو epsilon naught، يبقى dot product هنا هيطلع عندنا ب e squared ونطلع ال epsilon naught بره. انا مستخدم الالوان عشان القارئ يحس بالريليشنشيب ان ده هو ده، وان الترم ده بصفر لونه احمر اهو، وان الترم ده هيتوجد هنا بعدين وهكذا. خلاص فالقيمه دي هي عباره عن ال WE. انا عايز الدنسيتي، يبقى عايز ال WE اقسمها على ال DV، فلما اقسم ال WE على ال DV هيطلع لي الجزء ده فقط، واللي عاملينه هنا اهو لور كيس W سب E اللي هي الانرجي دنسيتي، هي الدلتا W على الدلتا V اللي هي تديني هاف ايبسلون نوت E سكويرد. ونفتكر ان اي سكوير لو كنت فاكرين كانت هي دي دوت اي اني واي، خلاص ابسون نوت اي سكوير كانت دي دوت اي، يبقى ممكن الصيغه دي برضه، وممكن ايضا الصيغه دي لو جينا هنا نفس الشيء، لو قسمنا الدبليو نفترض ان هتكون دلتا دبليو يبقى مش هيكون التكامل، هنتكلم عن الجزء اللي جوه ده فقط، وقسمنا الدلتا دبليو على الدلتا بي هتبقى ان هاف رو في تايمز في، ممكن هنا ايضا هذه الصيغه، خلاص ففي كذا صيغه هنا موجودين للتوتال انرجي، وفي هنا كذا صيغة موجودين للانرجي دنس، هاف رو في تايم في، هاف دي دوت اي، هاف ابسلون نوت اي سكويرد. ديت اللي هي الانرجي دنس، ودي توتال انرجي بدلالة الانرجي دنس، يبقى تكامل الانرجي دنس على الفوليوم
اللي هي ايه اللي احنا كان عندنا نفس الاكسبريشن دول قبل كده، بنعيد كتابتهم مره تانية. integration half rho v times v dv integration of half rho v times v dv وهكذا. وبكده نكون انتهينا من هذا العرض عن الانرجي والانرجي دنسيتي والبوتنشال والالكتريك فيلد جريدينت اوف the potential.